تتواصل الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات ومنها بابل وسط دعوات الناشطين إلى عصيان مدني، وقد أدى إعلان نقابة المعلمين الإضراب العام إلى شلل في معظم المدارس، كما امتنع العديد من الموظفين عن الذهاب إلى أعمالهم، ما أدى إلى إغلاق لمعظم الدوائر الحكومية. إن شاء الله هي مظاهرات سلمية سلمية سلمية، الحين تحقيق مطالبنا إن شاء الله، ما رايدين احنا غير سلم بالوطن، رايدين وطن رغم كل الشغلات اللي محتاجها، بس احنا هسه نريد وطن، لان احنا نهانينا بصورة مو طبيعية بكل دول العالم، فرايدين وطن لا اكثر ولا اقل، وتبقى المظاهرات سلمية رغما على انوف الاعداء. فلشتوا مدارسنا الحكومية، بنيتوا مدارس لكم، فلشتوا مستشفيات، بنيتوا مستشفيات لكم، لا شوارع لا تبليط لا مجاري لا شسمه، شنو اللي سويتوه؟ آخرون أكدوا أنهم خرجوا لمساندة المتظاهرين الذين ينادون بحق المواطن العراقي بالعيش الكريم في وطن يغرق بالخيرات. من بداية المظاهرة لحد هذا اليوم نوزع مي للمظاهرين، احنا لا خدمات لا تعيينات، يعني شوف انا اشتغل بالستوتة من الصبح للمغرب الملي 2003 اجيب به المي للمظاهرين، عليهم يخدم دول اخوتي المظاهرين اللي هم اللي ظاهرون على مدى التعيينات والخدمات، لا تعيين لا كل شيء، لا كل تعيين عندنا، واحنا ما احنا لو ما نقف المظاهرين بهاي الشده ايش وقت نقفلهم لعاد. ويذهب مراقبون الى ان التظاهرات في محافظه بابل اندلعت كغيرها نتيجه سوء الاداره والفساد المالي والمحاصصه المقيته وسلطه الاحزاب التي اوصلت العراق الى ما هو عليه اليوم.